معالي الرئيس، أنا كنت أتمنى أن الحكومة في بعض الردود ما ترد ولا ترد بهذا الرد، مثل رد عن سفير الأمريكي حاطين الاتفاقية، الرد عن الاتحاد الخليجي، يقول الرد أن هناك العديد من الجوانب الواردة في المقترح وتعتبر الحكومة مجلس التعاون الناحية العملية نوع من أنواع الكونفدرالية. أنا أقول يعني إذا كان هذه متحقق والكونفدرالية متحقق، إذا لماذا الملك عبد الله حفظه الله يدعو إلى الكونفدرالية؟ معقولة الكونفدرالية موجودة والملك عبد الله يعلن لتطبيقها ويدعو دول الخليج لتطبيقها؟ معالي الرئيس، أيها الأخوة، اليوم منطقة الخليج تشهد تحديات غير مسبوقة، مخاطر جسيمة تواجه سياسات إيران التوسعية، تواجه تهديدات التي توالت من إيران ومن العراق ومن لبنان وغيرها. إيران اتجهت الآن من الفتنة اللفظية إلى الفتنة العملية فيما يسمى بالخواصر اللينة، ومنها البحرين، يقولون خواصر اللينة نقتحم الخليج من خلال البحرين. الخليج يا معالي الرئيس يا الأخوة تعرض لثلاثة حروب: حرب العراق وإيران، احتلال الكويت، احتلال العراق مؤخرا، والآن إشعال فتيل النووي. وإلى الآن نقرأ الرد، أكد وصرح وأشار واتفق. طيب وين الخطوات العملية؟ الوحدة العسكرية وين هي؟ الوحدة النقدية وين هي؟ السياسة الخارجية وين هي؟ السياسة الدفاعية وين هي؟ والله لو كان عندنا كونفدرالية ما جرأت إيران تقول بحرين محافظة 14. علي أكبر ناطق نوري، رئيس التفتيش العام في مكتب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، واعتبر فيها البحرين المحافظة الإيرانية 14. قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، الشعب الخليجي كله يريد هذا الاتحاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما فيما ورد بخصوص السفير، يعني خذوا الاتفاقية حطوها مثل ما قال حسن سالم. يا أخي احنا نعرف الاتفاقية، شنو الإجراءات؟ إيش قامت به وزارة الخارجية؟ هل حركت شكوى إلى الأمم المتحدة؟ السفير يطلع في الجرائد ويبرئ فلان ويتهم فلان، والقضايا كلها في القضاء، ويتدخل بشكل سافر يتحدى مشاعر الشعب البحريني. هذا مو بكلامي، احنا ندش كل مجلس كل مواطن شريف يقول ليش السفير يسوي كذي. بعدين تيل وحكومة تحط اتفاقية، احنا اتفاقية من سنة 100 نسخة من عضيك إيران. ايش وين الشكوى في الامم المتحدة ضد هذا السفير اللي اجرم في افغانستان واجرم في العراق ويا احنا يجرم في البحرين؟ شكرا معك.